السلام عليكم ورحمة الله. في البداية حاب نشكركم كامل على التعليقات وأراكم على فيديو جيل تيك توك، أكثر فيديو تعبت عليه والحمد لله اللي عجبكم. اليوم حاب نهضر على أهم معركة في حياتك وفي عصرنا الحالي، وماذا بيا تنحي كل شوش في يديك وتكبر الصورة وتسمعني بقلبك. في السنوات الأخيرة بدأ يكثر الحديث على الإلحاد وانتشرت بزاف شبهات حول الإسلام، ما كانش أرقام وإحصائيات واضحة بصح الموضوع بدأ يزيد. بصح مش راح نتكلم عليه درك، الإلحاد في الأخير هو الصدام مع الدين ومع الفطرة ومع العقل وكل شيء، انتحار فكري. لكن كاين اليوم في عصرنا الحالي معركة أخطر بكثير، وهي صناعة المسلم اللامبالي. هو مسلم ويصلي بصح تجي تقوله بلي المسلمين قاعدين يموتوا في الهند ما يهمنيش، تقوله أك قاعد دير في حاجة حرام ما يهمنيش، كش ما حاجة حاب تقدمها للإسلام ولا ما يهمنيش. صح، وش يهمك؟ سيري متبعها فرقة نحبها، حويج يضحكوني، الحب، المشاعر. خليني نقول لك حاجة، الهدف اليوم هو صنع الإنسان اللامبالي، أنه يصبح إنسان هذا العصر إنسان تافه، اهتماماته تافه، يحوس غير على المتعة، مدمن على الاستهلاك، يتبع غير موضة جديدة، فيلم جديد. فلما نجحت في صناعة الإنسان التافه خلاص بعدها كل شيء سهل. الإنسان التافه راح يكون أرض خصبة به نزرعوا فيه وش حابين، به مثلا نمليوا عليه التوجهات اللي حابينه، كيف يكون حط له أي سم وسط كل هذيك المتعة راح يبتلعوا بلا ما يفيق. أنت متصور أنه مؤسسات راس مالها ملايير الدولارات هدفها إغراقك في المتعة وبركة؟ علاش إذن هذه الحرب على القيم وعلى المعايير اللي نشوفوها كامل في وسط هذا الفساد اليوم؟ يا جماعة أنت متصورين التغيير اللي قاعد يصرى اليوم في المجتمع؟ الطفل ولا طفلة اللي يهز التليفون وعمره 5 سنين وإحنا كامل شايفين بار إكزومبل اللي بيبليسيتي اللي يجوا في اليوتيوب، ولا الحوايج اللي كاينين في السوشيال ميديا اللي أنا وأنت عارفينها، بالك إحنا واعيين بصح حط بالك مع طفل عمره 5 6 حتى 10 سنين. حتى سبحان الله لي كوميك اللي عادوا يتفرجوهم اليوم تلقى ما وراه حتى حكايه وحتى اشكالهم غريبه، مش حتى كيما اللي كنا نتفرجوهم بكري. حتى يوصل 15 سنه برك تف بالك هذيك العشر سنين كان برك يستمتع، كان يصنع، كان يتعلم فيها وش المليح وش اللي مش مليح، وش الهدف من الحياه، شكون قدوات، كيفاه راح تعيش حياتك من وجاي. وما دامنا عايشين في هذا الزمن اي صعيب عليك تلاحظ هذا التغيير باسكو احنا عايشينه. كل مره قاعدين يصرى تغيير بتاع 0.1% حتى نتعدي هذيك المرحله نجيو نشوفوا ورانا 20 30 سنه نلقاو الدنيا تبدلت 100 درجه. المره اللي فاتت قاعد ندور في فيسبوك لقيت وحده كاتبه اوف انا كرهت من الهضره تماما، وانها طولت ندهني وتقول لي انا جبتك وكبرتك وسهرت عليك، فتقول اصلا انت اللي اخترتي هذا الشيء وحتى تشبعي غريزة الأمومة عندك، وانت كنت مستمتعة وانا ما قلت لك جيبيني بالسيف، اذا ما تقولي ليش خلاه بر الوالدين وكذا. قبل 10 سنين كانت تجينا غريبة خلاك لما نسمع مثلا انه من علامات الساعة ان تلد الأمة وربتها، درك شغل عادي تشوفها. التيك توك متصورين راجل بشلاغمو يشطح، والله امبلك مخي ديفوا يحير، شغل ما هي حاجة ممتعة، ما هي حاجة سبيسيال، ما تضحك، ما تثير، بالك هو يجيب بها دراهم، بصح انت علاش تتفرج؟ علاش دير له جيم؟ شغل نحير. المرة اللي فاتت شفت وثائقي يحكي على تاريخ النساء وبزاف شغل تفرجوه وكذا، قلت هيا نتفرج، مليان بالمغالطات، حتى وصل ونقال انه النساء بعد مدة طويلة شغل من الرجال كانوا يروحوا زعما للصيد، النساء هم اللي اكتشفوا الزراعة. أي واحد يعرف قصة قابيل وهابيل، أنه قابيل لما حب يقرب قربان ربي سبحانه قرب الزرع تاعه اللي خير منه الحاجة اللي ميش مليحة، فكانت زراعة من بكري. وين عقلك؟ تعرف أن أمام جيل اللي هو جيلنا قابل أنه يتخدع ويتبنى أي فكرة، لكن عادي مادام ما عندوش قاعدة فأنت اللي تصنعه وأنت اللي تقوله وش صحيح وش الغالب، ما عندوش قاعدة يرتكز عليها. اليوم مثلا بزاف خلاها بلاد تقولك أنا نسوية، والله نادرا وان تلقى واحدة تفرق بين نسوية راديكالية، نسوية ماركسية، ليبرالية، ولا تعرف مثلا الموجة الأولى شكون تاعها، الموجة الثانية، الموجة الثالثة. كيما اليوم ثاني مثلا موضة شغل نسوية إسلامية، الإسلام والنسوية مستحيل يتلاقاو. فلما انت شغل تبدا تنفتح على العالم تصرى كيما هذاك اللي قال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما كاين والو، ما كانش قاعده، فاي حاجه تجي تولي هذيك القاعده، ومن بعد نوليو نحاكموا الاسلام والحوايج الكبار صح على هذيك القاعده اللي تشكلنا عليها. مثلا اليوم نجي نقول لك انه الدحيح قاعد ينشر في الالحاد ونجيب لك هاي الادله صح، ونزيد نقول لك انه مثلا يخدم في منصه تدعم التطبيع، من بعد في الاخير واحد يقول لك نرجع للنقطه الاولى يقول لك ما يهمنيش انا يضحكني فريمون. او كاين تغير لكن الناس شغل حاجه تاع ربي انه واحد يشكك في ربي سبحانه وبعد يقولك ما يهمنيش، او كاين تغير لما تجي تقول لواحد مثلا انه نتفليكس تنشر في الشذوذ عيني عينك وهو على باله،
ويقول لك عادي كي تجي نفوت، يقول لك انا مش راح نكون كيما هك، بصح يبدا يوالف باللي الحوايج هذا ام نورمال. ودوك نجيو في نهايه الفيديو نقول لك علاه مش نورمال، وانها في الاخر راح تديك الطريق مش مليحه خلاص. ولو جبت له اي دليل فيقول لك لا انتم برك مكبرينها. انت كم انت بكري اللي يقول لك باللي اليهود حابين يفسدونا ويسيطروا علينا يا ولدي، واحد ما على بالو بيك. وهنا خليني نتوقف معاك شويه. بزاف اللي قالوا انه مثلا نتفليكس ربما عندها علاقه مع المسيح الدجال. انا هنا لاني مع لاني كونتر، بصح الشيء العجيب انه معظم الناس يضحكوا على الفكره اصلا. سبحان الله، مع ان احنا اقرب عصر لظهور الدجال، لكن في نفس الوقت احنا هم اكثر وحيد مستبعدينه. كي تشوف الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم عليه بزاف خلاه، وانها ستكون فتنه وهو واش ديروا اذا لحقتوه، ويقول لهم ما من نبي الا حذر امته من الدجال، يعني سيدنا نوح حذر امته. وحنا اللي قراب خلاه والله ما نسامعين به. المسلم لا مبالي. علاش الناس اليوم عاد تهرب زعما من عقليه المؤامره؟ اه انتم كلش مؤامره، واحد مو سامع بيكم. لكن كيما عقليه المؤامره غلطه، كيما عقليه لا مؤامره غلطه تاني. اذا شفت الدليل يقول لك بلي ها الناس هذا مو حابين يوصلوا، من بعد تقول ما يهمنيش، انت هربت من عقليه المؤامره لعقليه البلاده، انه تشوف بعينك وتكذب عادي. فاحنا اليوم امام معركتين. المعركه الاولى هي المعركه امام الشيطان اللي نسيناها خلاص. ربي قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان كينوض او عنده هدف واحد برك، انه يدخلك للنار. حبيت درك تعرف مثلا كيفاه الناس بداو تعبد الاصنام. قبل قوم سيدنا نوح ما كانش عبادة الأصنام، كان هادم ود وسواع يعوق يغوث ونصر، كانوا ناس صالحين. فلما ماتوا الشيطان جال الأهل تاعهم قال لهم علاش ما ديروا لهمش تماثيل تتفكروا بهم ربي سبحانه وكذا. بالفعل داروا لهم تماثيل، هادم تماثيل كانوا برك يشوفوهم يتفكروا ربي سبحانه. بعد جيل بعد جيل الناس نسات خلاص حكيت بلي أما شغل تماثيل وكذا، ولاو يعبدوهم، وهكا بدا الشرك. انت متصور هاد المده شحال خذات؟ واحد 3000 4000 5000 سنه. تخطيط شيطاني رهيب، وصبر وتنفيذ للخطه. باه تعرف بلي الشيطان او يخطط، واولياء الشيطان يخطوا باه انت تدخل النار وباه يفسدوك، مش مجرد شغل يوسوس لك وخلاص درت ما درتش ما درتش. فبالتاكيد مش مستبعد تماما انه الشيطان وراء كل هاد المفاسد وراء نتفليكس وغيرها. ففكره برك انك تستحضر هاد المعركه. المعركه الثانيه هي معركه كونتر التفاهه. التفاهه بمفهومها العام، انا كيما درت الفيديو الاول تاعي التفاهه، شغل كنت داير في بالي بلي الناس اي شغل حابه تستمتع ولا من خلالها تدخل دراهم وخلاص. بصح الهدف تصح انه نغرقك في المتعه، نشبعك بها بحيث ما تخمم في حتى حاجه مفيده، تكون انسان تافه اهتماماته المتعه وبرك. بصح هنا يقع الصدام مع الاسلام، لانه الاسلام دين جدي، فيه جديه، فيه تحمل مسؤوليه تاع نفسك، انك تصلي صلاتك تصوم تزكي كل دقيقه من وقتك، راح ربي سبحانه يسقسيك عليها، وانك مخلوق للعباده، وبالتالي هذا يتعارض جذريا مع التفاهه. ايضا معظم الافلام والمسلسلات والاغاني فيها محرمات. زيد انت فرد من اسره وعندك مسؤوليات، وهذه اللي حكينا عليها في جيل تيك توك، انه هذا الجيل حاب يبقى طفل رافض يتحمل اي مسؤوليه. زيد انت فرد من امه، لازم تهتم بشان المسلمين، لازم تطلب العلم، زيد عندك فريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يكفيش شغل انك تكون صالح برك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل انهلك وفينا الصالحين؟ قال نعم اذا كثر الخبث وما اكثره اليوم. وحتى ننجو لازم تكون مصلح مش صالح برك. وهذا كيما قلت لك يتعارض مع التفاهه اللي حبيتك شغل تتلها في روحك وخلاص برك. وبالتالي لما تختار انك تكون تافه كيما قاعدين نشوفوا درك وسائل هذه التفاهه، ضيعت 3-4 دينك وحتى نجاحك في الدنيا. ومش محتاج نقول لك انه احنا مش ضد الترفيه برك. انا حابك تستشعر معايا انه احنا انا في معركه مع الشيطان اللي نسيناها، ومعركه مع التفاهه، ومعركة مع الإلحاد والشبهات. وأنا بالنسبة لي التفاهة هي الأخطر، لأنها هي المخدر اللي تخليك تنسى خلاص الشيطان، وتخليك تتبنى شبهات، وسهلة تخلي شبهات سهلة خلاص أنها تأثر فيك وتدخل الحياة عن طريق الأفلام والمسلسلات وكامل هذا التفاهة. هذا اللي يتشبع التفاهة أو قاعد يتشبع في بنمط حياة غربي، وقاعدة تعديله أفكار وقاعدة تشكل له حياته، وهو يتشرب خلاص الآن شكلت شخصيته. الآن هذا الشخص قل له الآن باللي الإسلام يأمر بكذا ولا كذا، راح يحاكم الإسلام على هذا التفاهة، وراح يبان له بلي أو يضيق عليه وبلي يحارم وبلي منغلق. صح، وين يروح للشبهات، فهمكم للإسلام خاطئ وأنا مش ملزم به وهذه مش منطقية، وحتى يوصل للإلحاد. البارح شفت منشور تاع واحد قال لهم يا جماعة الناس طلعت القمر وكذا، وانتم عوض ما تفخروا بالنجم المصري تاع كمال الأجسام، قاعدين غير لباسه الامر مختلف فيه وهو جائز حسب المذهب الظاهري. من بعد كومونتيت له برك، قلت له ما لدير لنا تصويره بنفس ثيابه وخلاه مادامها جائزه حسب المذهب الظاهري. فهي تبدا بالغفله، انه الواحد ينسى خلاه على هو مخلوق في الدنيا، وانه كاين عدو نجح انه ينسيك بلي او ما كانش.
صح. الآن وين يروح نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل؟ راح يروح للتفاهة والمتعة ويبدأ يغرق فيها. بعد مدة الصلاة تولي جهة ثقيلة، تولي جهة ثقيلة حتى أنه ينوض من الفراش. التفاهة خطر على كلش، حتى على شغل نجاحك في الدنيا. ويبدأ يتشرب نمط حياة ممتع خلاص، وإحنا عارفين أنه حفة النار بالشهوة. ويبدأ يبعد يبعد، وكل مرة يتشرب ويتقبل حاجة عمره ما كان يتصور أنه يتقبلها، كيما الشذوذ العري والحوايج اللي قاعدين ولاو لنا نورمال اليوم. فإن شاء الله الميساج يكون وصل من القلب للقلب. بلاك ناس يقول لك شبيك مقلق ومكبرها هك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. لازم تغضب، وإذا بقيت متبلد شغل مصر والو بعقلية ما يهمنيش، إن شاء الله هذا الفيديو يغير شوي عندك هذه الصورة. على الأقل تستشعر أنه إحنا في معركة، وتبدأ توجد سلاحك إذا حبيت تكون في الصفوف الأولى تتحارب هذا الشيء فبها ونعمت. اذا ماكش قادر عليك بنفسك، اوم وانت تستحضر بلي في معركه وبلي اي كاينه حرب عليك. ودائما ننصحوا بعضنا جرب بعد، خذ زوم اوت على السوشيال ميديا سمانه برك وكل هذا التفاهه حكينا عليها فيديو زون المتعه، وشوف الموضوع من بعيد. طفلك كان تبع في الكيبوب ومهما وش يقولوا له تلقى تبريرات. فقال جربت بعدت عليهم شويه وبديت هيك نقرا ونشغل روحي بحوايج شويه مفيده، وعاودت رجعت شفتها بمنظور اخر تمام. لقيت روحي عجب كيفاه كنت متقبله هذا الشيء. فدير بوز وابني روحك شويه. الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشارك معك 5 كتب ملاح قريتهم، جرب اقراهم خلال هذه السمانه اللي راح تبعت فيها على السوشيال ميديا، وعاود ارجع صدقني راح تشوفها بمنظور واحد اخر. الفيديو هذا درته تقريبا بلا تحضير، حبيت نكون تلقائي به نوصل للرساله. والايه اللي تلخص هذا الموضوع كامل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون.